ولكن المستشار الرئيس أردوغان يعتقد أن إذا كان الجيش السوري سيدافع عن أكراد وهذا يعتبر مثل إعلان حرب من قبل سوريا ضد تركيا، هل من الضروري إعادة النظر إلى اتفاقية أدنى؟ وكذلك السؤال الثاني، في الأسبوع الماضي تفيد أفادت الأنباء أن هناك الطرف الروسي يريد إجراء لقاء روسي تركي، وهل سيكون هذا اللقاء وعلى أي مستوى؟ شكرا على هذا السؤال، ولكنه يظهر وكأنه مقدمة كاملة. أنا لن أعلق على ما يقوله مستشار أو أي شخصية مسؤولة أخرى، ولكن لدينا موقفنا الثابت والذي دائما نقدمه، والذي نرى أن أو يكمن فيما يلي، أنه عندما كل الهيئات الكردية الموجودة في الأراضي السورية سوف تدخل ضمن القاعدة القانونية للجمهورية العربية السورية، وأعني الدستور، وأن الأراضي الجمهورية العربية السورية لن يكون عليها أي تشكيلات غير رسمية أو شرعية للمجموعات المسلحة، وستنظر الأمن للحدود على التركية كأي دولة أخرى. وأرى أنه لتسوية هذا الوضع من الضروري أن يكون هناك حوار بين الأكراد ودمشق، ونحن نشجع مثل هذا الحوار، والأطراف كل الطرفين كانوا قد أبدوا اهتمامهم بأن تلعب دورا روسيا في هذه العملية، ونرى أن تركيا والجهة السورية نحن مستعدون أيضا لنقدم المساعدة ولتشجيع لمثل هذا التواصل المباشر بين الطرفين. ومن الواضح أن الحوار بين أنقرة ودمشق يجب أن يعتمد على اتفاقية أدنى لعام 98، وهذا تعتبر قاعدة قانونية دولية والتي تم توثيقها من قبل الطرفين وحتى في سياق الأحداث الأخيرة. وإذا خلال التواصل استطاع الأطراف أو نظروا أنه من الضروري تأكيد أو تغيير في هذه الاتفاقية سيكون هذا قرارهم، ونحن ندعم مثل هذا الرأي. وحول احتمال التواصل بين ممثلين عن سوريا وتركيا في سوتشي، فالتعليقات كانت من قبل الجهة الرئاسية وجدت، ونحن لا نعلق على هذه الأمور. إدارة بلغاريا، السؤال إلى السيد لافروف. السيد معالي الوزير، قد فهمنا أنكم سوف تزورون بلغاريا وقبلتم دعوة السيد الوزير، ومتى سوف تصل بوتين إلى بلغاريا بزيارة؟ وكما تعرفون أنا أحصل على دعوة من الوزير وأرد على هذه الدعوة، وإن مثل هذه الأسئلة يمكن أن توجه إلى إدارة الرئيس ورؤسائنا والرئيس بوتين ورئيس الوزراء البلغاري، هن دائما على تواصل، وعندما سيظهر إمكانية فإنهم سيستفيدون من هذه الإمكانيات. شكرا.